النشرة الرياضية من الميادين، أهلا بكم. دخلت الأردن قائمة الألعاب الأولمبية من الباب الواسع مع إحراز أول ذهبية في تاريخ البلاد من خلال لاعب تايكواندو أحمد أبو غوش. للمرة الأولى يعزف النشيد الوطني الأردني بعدما أسقط أبو غوش منافسه الروسي أليكسي دينيتسكو. المشاركة الأردنية عبر التاريخ جلبت 3 برونزية في ألعاب سيول وبرشلونة، لكنها تعتبر شرفية لأن رياضة التايكواندو لم تكن مدرجة على قائمة الأولمبياد رسميا في ذلك الوقت. عاد يوسين بوت مرة جديدة إلى منصة التتويج ليتكلل بذهبية سباق 200 متر. العداء الجامايكي حل في المركز الأول بعدما قطع المسافة في غضون 19.78 ثانية من الثانية. ابن 30 عاما حصد ذهبية 200 متر للنسخة الأولمبية الثالثة على التوالي، يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في مسيرته. الكندي أندريا دريغراس حصل على الفضية في محل الفرنسي كريستوف لوماتر في المركز الثالث. بولت على موعد مع رفع رصيده الليلة، وذلك في سباق 400 متر تتابع. والآن ننتقل وإياكم إلى جولة الصحف مع مايك شلهوب، تفضل مايك. شكرا واهلا بكم في جولة على ابرز عناوين الصحافة الدولية التي نبداها مع الغد الاردنية، فقد عنونت ابو غوش يدخل الاردن سجل الشرف الاولمبي بذهبية تاريخية. الكاتب تغنى باداء احمد ابو الغوش لانه حصد اول ميدالية للاردن عبر التاريخ، وذلك في مسابقة التايكواندو ما دون 68 كيلوغراما. ابن 20 عاما تغلب على منافسه في الجولة الثالثة، وذلك بعدما هيمن التعادل في الاولى. من الاردن ننتقل الى الاقلام الإسبانية مع أس المدريدية التي عنونت بدورها الساعات الحاسمة لإسبانيا واحتمالات التتويج بميدالية بدأت من اليوم. اليومية أشارت إلى أن إسبانيا قد تكون على موعد لخطف الميداليات. الفوز في نصف نهائي كرة السلة أمام الولايات المتحدة الأمريكية يعني ضمان ميدالية. كذلك ستخوض لاعبة البادمنتون كارولينا مارين النهائي، كذلك الحال بالنسبة لساول كارفيوتو في مسابقة التجديف. من إسبانيا ننتقل إلى كوبا مع اليومية جرامبا، خصصت مساحات واسعة للكتابة عن خوليو سيسار لاكروس صاحب الميدالية الثالثة في ألعاب ريو دي جانيرو. اليومية وصفت الملاكمة بالبطل المحلي ليعزز مركز كوبا في ترتيب الميداليات الأولمبية. كذلك من الممكن رفع العدد أكثر في اليوم قبل الأخير للألعاب مع مسابقتي المصارعة في وزنين مختلفين والقفز بالزانة. نهاية الجولة ستكون من أمريكا اللاتينية أيضا، وتحديدا من الأرجنتين مع الجرافيكو، فقد عنونت الأسود لكتابة التاريخ أحرز الميدالية الذهبية. الكاتب هنأ بعثة بلاده بإحراز 3 ميداليات ذهبية. الثلاثية الذهبية كان قد حققها أبناء التانجو في نسخة لندن عام 1948. مع هذا الخبر من الأرجنتين نأتي إلى ختام الجولة الصحفية، والآن عودة إلى متابعة النشرة. شكرا لك مايك. إخفاق منتخب الأرجنتين لكرة السلة عوضه فريق الهوكي على العشر بإحرازه الميدالية الذهبية. نجوم التانجو فازوا في النهائي على حساب بلجيكا ب4 أهداف لـ2، علما أن الأرجنتين كانت متأخرة في بداية اللقاء، لكن خبرة لاعبيها كانت لها كلمة الفصل. منتخب ألمانيا أحرز الميدالية الفضية بتخطي هولندا بركلات الترجيح. أمال الهولنديين معقودة على فريق السيدات الذي سيلعب اليوم مباراته النهائية أمام بريطانيا. اخترقت كوبا الإمكانات المرتفعة للبعثات المشاركة في الأولمبياد ومضت نحو منصة التتويج بفضل أبطالها المحليين وسفرائها المنتشرين. آمال الكوبيين صبت في محلها، لم يخب ظنهم بالمصارع ميخائيل لوبيز قبل انطلاق الألعاب الأولمبية، لأنه أهدى بلاده ذهبية الألعاب الأولمبية الثانية في نسخة ريو دي جانيرو. ابن 33 عاما يعد أسطورة الجزيرة الجميلة، فهو من تكلل بالذهب في 3 مناسبات أولمبية على التوالي. لوبيز هو أحد الرياضيين 84 الذين يمثلون البعثة الكوبية في العرس الأولمبي بمعدل أعمار يبلغ 25 عاما، علما أن بينهم 30 مشاركا لم يختبروا منافسات الأولمبياد من قبل. الرياضيون يحاولون قدر المستطاع حصد أكبر عدد من الميداليات بألوانها كافة، أو على الأقل المحافظة على رصيدهم السابق في لندن البالغ 16 ميدالية. حتى الآن ضمن الكوبيون 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات توزعت بين رياضات المصارعة والجودو والملاكمة ورمي القرص، فيما تغيب الإنجازات عن الألعاب الجماعية.
على الرغم من تسجيل نتائج مقنعة على الأراضي البرازيلية، لكن الحزن يلف عشاق الرياضة المحلية بعدما شاهدوا أبطالا كوبيين الأصل يلعبون تحت راية دول أوروبية. أورلاندو أورتيغا يشارك في ألعاب القوى مستغلا جنسيته الإسبانية. كذلك الحال بالنسبة إلى أوسماني خوان تورينا أحد نجوم منتخب إيطاليا لكرة الطائرة، وصولا إلى رافائيل كابوتي أحد أهم لاعبي منتخب قطر لكرة اليد، ليصل انتشار الكوبيين إلى تركيا مع العداء ياسماني كوبيو. بين حزن الانتشار والتغني بالأبطال المحليين، زاد افتخار الشعب الكوبي بالبعثة المشاركة بعد توجيه رسالة إلى الرئيس السابق فيدال كاسترو في 13 من الشهر الحالي لمناسبة عيد ميلاده 90 بقولهم إن إيمانه بفئة الشباب أوصل الرياضيين إلى المستويات العالمية. في كرة السلة ستخطف المواجهة بين إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية الأنفاس في نصف نهائي مشتعل. كتبة المدرب سيرجيو ساكريليو على موعد لكتابة التاريخ في حال التأهل إلى النهائي على حساب فريق الأحلام. المنتخبان التقيا في نهائي 2012 وقبلها في 2008، فكان الفوز حليف الولايات المتحدة. علامة الاستفهام تحوم حول مشاركة باو غاسول طيلة المباراة بسبب إصابته في قدمه، علما أنه عبر عن نية إحراز الميدالية الذهبية قبل الاعتزال الدولي. قانون الضرائب المحلي يفقد ذهبيات البعثة الأمريكية بريقها على أعناق الأبطال. ومع اقتراب موعد انتهاء الفعاليات، جدل عقيم يدور في الولايات المتحدة الأمريكية حول صوابية فرض ضريبة النصر من مظلوميتها. نسبة صغيرة من مجمل رياضيي الولايات المتحدة تعيش حياة الترف من مدخولها الرياضي، ولا سيما أن اللجنة الأولمبية تدفع لثلث من نجوم الصف الأول بدلات التأمين الصحي والرواتب. واقع ولد نقاشا سياسيا رياضيا حادا في البلاد منذ 4 سنوات. كيف يعقل لمن يجهد لرفع علم الدولة أن يخضع لضريبة اسمها ضريبة النصر، والتي تنظر إليها اللجنة الأولمبية الوطنية على أنها مجحفة ومحبطة؟ ضريبة النصر مصطلح يؤرق الرياضيين الذين تصل عقودهم وإيراداتهم إلى خانة الملايين، فيخضعون لأعلى سلة خاصة من ضرائب الدخل وتبلغ 39.6%. تقدر هذه الضريبة بناء على الأموال المحصلة من اللجنة الأولمبية كهدية فوز وبحسب قيمة الميدالية الأولمبية بحد ذاتها. فعلى كل ذهبية قيمتها السوقية 600 دولار يحصل الرياضي على هدية قدرها 25,000 دولار، وبحسب جدول المكافآت مقابل كل فضية ثمنها 300 دولار جائزة مقدارها 15,000. أما البرونزية البالغة قيمتها 4 دولارات فقط فتبلغ جائزتها 10,000 دولار. بناء عليه تفرض ضريبة النصر على رياضي نال ذهبية دفع 9,900 دولار، وعلى كل صاحب فضية دفع 5,940 دولارا، وعلى حملة البرونزية دفع 3,960 دولار. في عملية حسابية بسيطة لواقع حال أبرز رياضيي بلاد العم سان في ريو، فإن السباح الأسطوري مايكل فيلبس يواجه ضريبة تقدر ب 55,000 دولار. أما لاعبة الجمباز الفني سايمون بايلز بذهبياتها 4 وفضيتها من مشاركتها الأولى، فهي على موعد مع دفع 43,560 دولارا. تساوي مصلحة الضرائب بين هذه الجوائز وجائزة اليانصيب الوطني، لذا تتم معاملة الفائز باليانصيب والأبطال الأولمبيين بالمثل، فعوضا عن استقبالهم استقبال الأبطال في 21 من الحالي وتقديم المكافآت لهم، سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الاصطفاف في طابور المصلحة لدفع المتوجب عليهم لقاء تشريف بلدهم على المنصات. وفي خضم المعركة الانتخابية الرئاسية محاولات جديدة لتعديل القانون، فقبل نحو شهرين مرر السيناتور الجمهوري جون ثون والسيناتور الديمقراطي تشاك شامر مشروع قانون مشترك لإعفاء الرياضيين الأصحاء والمعوقين من الضرائب على الجوائز للتصويت في مجلس الشيوخ. إلى قطاع غزة، حيث انطلق ماراثون رياضي بمشاركة مئات اللاعبين لتأكيد حق الفلسطينيين في التعليم. المشاركة لم تنحصر بغزة وأعتابها، بل كانت من عدة مدن عالمية. هي لحظات الاستعداد الأخيرة للانطلاق في ماراثون رياضي تحت عنوان الركض لأجل حق التعليم في فلسطين، تنظمه مؤسسة ريتش إديوكيشن فاند.
حيث سيشارك عشرات اللاعبين في الركض لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات. يحق لكل طالب فلسطيني أن يتعلم، سواء كانت ظروف المادية صعبة أم كانت ظروف المادية تتيح له فرصة التعليم. فنحن يعني نظمنا هذا الماراثون لنوصل رسالة الطالب الفلسطيني من قطاع غزة. صافرة البداية لم تقتصر على غزة فقط، فقد انطلقت مثيلاتها في أكثر من 20 مدينة حول العالم تشارك في الماراثون، حيث فتحت الأبواب فيه لمشاركة كل من يؤمن بقضية الشعب الفلسطيني. هدفنا إنه النسبة للعالم كله إنه غزة مش بس حروب، لا، في مواهب عنا، ولازم إحنا كفلسطينيين يكون في إلنا حقوق نشارك في كل في الرياضة في التعليم. من حقنا نتعلم وحقنا في التعليم، ورغم الانتهاكات ورغم ما يعملوا ويسكروا المدارس إحنا حنتعلم. ويأتي تسليط الضوء على حق الشعب الفلسطيني في التعليم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، سواء في الضفة الغربية والقدس أو حتى في قطاع غزة، فشعار المشاركين هنا لا مستقبل لشعب بلا تعليم. قد تختلف طرق الفلسطيني في التعبير عن حقه في حاجاته الأساسية، لكنها تجتمع تحت سقف واحد، فهذا الماراثون وما يمثله من مطالبة بحق التعليم يؤكد أن الرياضة باتت وسيلة لمخاطبة العالم بلغة يفهمها الجميع. أحمد شردان، غزة، الميادين. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا الرياضية، ولكن أود تذكيركم أنكم ستكونون اليوم على موعد مع ريو 2016 على الساعة 1 بتوقيت القدس الشريف. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.